أهلا بكم إلى توقعات فصل الشتاء 2021-2022 من طقس العرب. هذا الشتاء يتميز بكثرة التقلبات والتباين الجوي في فترات عدة، كما أن هناك فترة باردة ونشطة متوقعة يعتقد أنها ستكون في شهر 1 أي يناير كانون الثاني. هذا الشتاء يتوقع أن يتميز بتواجد المرتفع الجوي السيبيري في أوقات عدة، كما أن هذا الشتاء إحصائيا من الناحية الثلجية لديه فرصة عالية لأن تتعرض مرتفعات المملكة لتساقطات ثلجية. من ناحية الأمطار فإن الأمطار هي حول إلى أقل من المعدلات، بينما درجات الحرارة ستكون حول إلى أبرد من المعتاد. توقعات الأشهر شهرا بشهر بالتفصيل، نبدأ بشهر كانون أول ديسمبر، حيث من المتوقع أن ينتهي هذا الشهر بأمطار حول إلى أقل من المعدلات وتكون درجات الحرارة حول إلى أبرد من المعدلات، في حين أن فرصة السيول في هذا الشهر تبدأ ضعيفة لكن تصبح متوسطة مع منتصف الشهر وترتفع إلى عالية مع نهايات هذا الشهر، في حين أن فرصة التساقطات الثلجية غير موجودة حتى النصف الأول. بعد النصف الأول ترتفع بشكل تدريجي وتصبح متوسطة إلى عالية مع نهايات هذا الشهر، وخاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية في بلاد الشام. أما لهواة الطقس سأقوم بشرح لكم ما هي توقعاتنا هنا في مركز طقس العرب بالنسبة لفصل الشتاء وتحديدا في شهر 12 شهر كانون أول. سأصعد معكم الآن في هذه الخريطة ماذا سيحدث في نصف الكرة الشمالية تحديدا في القارة الأوروبية. إذن كما تلاحظون في أغلب مناطق القارة الأوروبية هناك منخفض جوي ونزولات هوائية باردة تجعل من مناطق بلاد الشام أن تتأثر بأنظمة جوية أسميناها بالفرعية، أي أنها ليست أنظمة جوية رئيسية. فكما تلاحظون هذه الأنظمة الجوية الفرعية عبارة عن حالات جوية إما على شكل امتدادات لمنخفضات جوية أو حالات من عدم الاستقرار الجوي. في شرقي القارة الأوروبية وفي غربي آسيا تحديدا هناك مرتفع جوي يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري. هذا المرتفع الجوي السيبيري لهذا العام سيكون قوي وأقوى من المعتاد، وبالتالي يتوقع أن يعمل هذا المرتفع الجوي السيبيري على منع وصول المنخفضات الجوية إلى المنطقة. لكن هناك تغيير شامل وإيجابي في الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي بعيد منتصف الشهر، إذ يتوقع أن يبدأ هذا المرتفع الجوي بالارتباط مع مرتفع آخر قادم من المحيط الأطلسي ويرتبطان ذلك فوق القارة الأوروبية ويرتفع الضغط الجوي هناك، ويتوقع بعد ذلك أن تبدأ الكتل الهوائية بالدوران حول هذا المرتفع الجوي والنزول إلى مناطق الشرق الأوسط بما فيها أيضا بلاد الشام. هذا النزول الهواء البارد كفيل أن يجعل المنطقة بمشيئة الله طبعا أن تعود وتستقبل الأجواء الشتوية المعتاد عليها وأن يعود فصل الشتاء المعتاد عليه في المنطقة وأن تعود الأمطار الوفيرة، ويتوقع أن يسود الطقس بارد للغاية. أما بالنسبة لشهر كانون الثاني يناير فمن المتوقع أن تكون الأمطار حول المعدلات، في حين تكون درجات الحرارة في هذا الشهر أبرد من المعتاد بشكل ملحوظ وترتفع فرصة السيول تصبح ما بين متوسطة إلى عالية، كما وأن فرصة التساقطات الثلجية إجمالا في هذا الشهر إحصائيا مرتفعة بالنظر إلى سنوات التشابه السابقة، إذ أن 45% من هذه السنوات المتشابهة تساقطت بها الثلوج في مرتفعات المملكة في شهر يناير. أما بالنسبة لشرح الأنظمة الجوية لهواة الطقس ومحبين الطقس بالنسبة لشهر كانون الثاني يناير 2022 فإننا نتوقع هنا في طقس العرب أن يسيطر مرتفعات جوية أو تسيطر مرتفعات جوية قوية على القارة الأوروبية. هذه المرتفعات الجوية القوية على فترات القارة الأوروبية سينتج عنها اندفاعات لكتل هوائية شديدة البرودة ولكن بزوايا نزول مختلفة، أي بمعنى آخر بعض الكتل الهوائية ستهبط من مناطق شمالية شرقية تصل إلى مناطق الشرق الأوسط وبلاد الشام وتكون على شكل كتل هوائية شديدة البرودة وجافة تتسبب بموجات برد ولكنها مع جفاف وصقيع. الأمر الآخر يتوقع أن تكون هناك بعض الكتل الهوائية شديدة البرودة قادمة من البوابة الشمالية الغربية والغربية، بمعنى أنها ستؤدي إلى تشكل منخفضات جوية شتوية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالمحصلة يتوقع أن يكون هذا الشهر بسبب هذه المرتفعات الجوية القوية شهرا باردا في مناطق الشرق الأوسط وبلاد الشام، وللتنويه فإن هناك ما نسبته 45% من سنوات التي تتشابه مع هذا العام وهذا الفصل قد تساقطت بها الثلوج في شهر 1 يناير في الأردن. أما آخر أشهر فصل الشتاء شهر فبراير شباط فمن المتوقع أن تكون الأمطار حول إلى أقل من المعدلات، في حين تكون درجات الحرارة ما بين حول إلى أدفأ من المعتاد، ويتميز هذا الشهر بكثرة التقلبات الجوية فيه. أيضا يتوقع أن تكون فرصة السيول في هذا الشهر متوسطة إجمالا، وتبقى فرص الثلوج إحصائيا في هذا الشهر ما بين متوسطة إلى عالية، إذ أن 50% من سنوات التشابه لهذا الفصل تساقطت بها الثلوج
في شهر فبراير شباط في تلك الأعوام. أما بالنسبة لآخر أشهر فصل الشتاء شهر فبراير شباط، فمن المتوقع أن تتأثر مناطق نصف الكرة الشمالي بتيار نفاث وسرعة كبيرة في تقلب الأجواء والأنظمة الجوية، الأمر الذي قد يجعل هناك اندفاعات لكتل هوائية دافئة ذات درجات حرارة أعلى من المعتاد تندفع إلى مناطق بلاد الشام. ولكن هناك أيضا منخفضات جوية قوية قد تؤثر على بلاد الشام في هذا الشهر في ظل هذا التقلب الكبير المتوقع في الغلاف الجوي في شهر 2/2022، بل أن هناك بعض المنخفضات القوية قد تصل إلى المنطقة وتكون كفيلة بأن تجلب كميات غزيرة من الأمطار وبرودة كبيرة في الأجواء في بلاد الشام في هذا الشهر، بالرغم من تأثيرات الأجواء الدافئة أحيانا في أوقات أخرى. صحيح، حيث أن هناك فرصة أيضا لأن تتساقط حتى الثلوج في هذا الشهر، إذ نظرنا في سنوات التشابه لهذا الفصل الذي درسناه هنا في مركز تقصي العرب، فإننا نجد هناك 50% من هذه السنوات فقد تعرضت بها المملكة لتساقطات ثلجية في هذا الشهر، بل وكانت في بعض الأيام درجات حرارة أدفأ بكثير من المعتاد سبقت أو جاءت أو عقبت هذه التساقطات الثلجية. إذن هذه كانت توقعاتنا لفصل الشتاء، والله تعالى دائما أعلى وأعلم، نسأل الله أن يرزقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، وأن يكون شتاء خير وبركة عليكم جميعا. كل عام وأنتم بألف خير.